رافض بيه؟ رافض بيه؟ ايه؟ ايه؟ في ايه؟ خلاص كله تمام، العجل اللي حضرتك امرت بيه عشان يتذبح انا خلاص اديته الفاروق. برافو يا مصر. بص يا مصر، عايزك تصحصح معايا، الايام اللي جايه دي ايام افراح، وجدي متعود ومعود الناس كلها على ان الذبايح بتبقى بسم الله ما شاء الله كتير قد كده. ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رافض بيه. لا وانت هفتان يا مصر. قوي قوي والله يا رافض. انا هنهزر ولا ايه؟ تعمل نفسك. حاضر. عشان كده انا نقيت لك شويه عجول حلوين كده، عايزك تعزلهم لي في عنبر لوحديهم عشان اي حاجه يطلبها الغرباوي نطلعها له بمنتهى السهوله، واخد بالك؟ خش هناك، خش هناك، ارجع هناك. ايه هناك؟ محسن، ذبايح العزايم لازم تبقى احلى حاجه عندنا، واخد بالك؟ عشان كده انا نقيت لك 20 عجل شبه.
ما هي دي المشكله رفض بيه. كل الطلبات اللي بيطلبها الغرباوي بيه بتبقى من غير ملفات ولا دوسيهات اوراق يعني، انما الحاجات بتاعت المصنع كلها بملفات واوراق مستندات. اوه ما تصدع ليش دماغي يا محسن، هبقى مديرك على اي حاجه عشان اي حاجه يطلبها الغرباوي تطلع له بمنتهى السهوله. ربنا يخليك يا رفض بيه، عن اذنك. يلا رفض بيه. يا رفض بيه عايز ايه يا زفت؟ عايز ايه؟ الدكتوره سلوى جت كده. اهلا يا دكتور. طب روح انت. ازيك يا اهلا يا دكتوره. اهلا يا رفض بيه. اهلا يا سلوى هانم يا صاحبه مصنع اللحوم. اخسع انت لسه بتفكر في حكايه. ايوه عشان انت بتاخدي قرارات من غير ما بتشاوريني. عموما خلاص من غير خناقه، جدي اقنعني بوجهه نظره وقال لي سيبيني انت انا هامن لك مستقبلك، وانا بقى شايفه ان انا مستقبلي معاك هنا مش في المصنع. يعني ايه؟ اوعي تكوني منظره على المزرعه بتاعتي. والله يا حبيبي انا مش منظره على حاجه غيرك انت بس. ممكن بقى تبطل غلاستك وتتعامل معايا كده على اني خطيبتك مش غير انت. المشكله انك انت خطيبتي فعلا بس من غير اي دليل. النهارده الواد مادي هيقرا فتحه ناهد، البلد كلها تعرف ان هم مخطوبين، لكن احنا نعتبر مرهونين لبعض. انا عارف ان محدش هيقدر ياخدك مني، لكن انا بقى بصراحه زهقت، عايز احسم الموضوع ده واخلص. تفتكر ان الجواز ممكن يحل مشكلتنا ولا ممكن يعقدها اكتر؟ قصدك ايه؟ خايفه مش عارفه ليه، حاسه ان هو قرار مصيري لازم ياخد وقته اكتر من كده. اكتر من كده؟ يوه انا زهقت. ايوه يا استاذ شوكت انا حامد. ايوه ايوه مادي يعني هو ده وقته يا استاذ شوكت. حاضر لما نتقابل. دلوقتي ميعاد زياره ماما امتى؟ طيب خلاص يبقى الساعه 10 بالظبط هنكون قدام سجل القناطر. اوكي مع السلامه. مادي انا شايفه اننا لازم نقول لجدي عشان نعرف نوصل قبل ميعاد الزياره. لا يا ابو زينه لا غلط، انت كده هتفتحي علينا فتحه. الكل هنا ما حدش طايق سيره ماما اولهم جدك. بس المشكله هنخرج من هنا ازاي؟ بالنسبه ليا مفيش مشكله، انا ما حدش بيسال عليا، لكن انت مربوط بالست هانم ناهد بتاعتك، هتقول لها ايه؟ انت عبقريه، هاخد ناهد واعمل نفسي بفسحها ونروح سوا. يا سلام عشان تفضحنا صح؟ لا يبقى انت بقى ما تعرفيش ناهد كويس، دي بنت عسوله وبعدين فهماني قوي. ربنا يستر. تعالي تعالي بس ما تعصلجيش، تعالي تعالي. عليكي يخربي عليكي وعلى عيشتك السودة. هي بنت اللي بتعملي فيها دي يا بنت؟ يا حسني قلبي اتقطع من السلم يا بنت، انت عايزه مني ايه؟ يا اختي عايزه اشورك في حاجه. تشوريني؟ ايه؟ اني عارفه كل كلامك حمضان يا وليه انت، ما كانش الكلمتين الحمضانين دول تقولهم لي في المطبخ. يعني انت ما شفتيش النسوان ودانهم مطرطقه ازاي؟ مش عايزه حد يسمع. ايوه النسوان هناك صح ودانها مطرطقه. خير يا اختي؟ قولي خير. ايه رايك يا اختي لو خلينا الشيخ حمدون يحضر قرايه الفتح؟ الشيخ حمدون المأذون؟ ايوه. انت ناويه على ايه يا وليه انت؟ يعني عايزه اقصر المشوار. مش يمكن نفسهم تتفتح في الليله الحلوه دي ويكتبوا الكتاب بالمره؟ وابني يكتب كتابه هو كمان على البنت المغدوره الصغيره؟ بقول لك ايه، انت عايزه تورط ابني ولا ايه؟ يا اختي ابنك يبقى ياجلها للدخل. لا وكتاب الله، لا وكتاب الله، اصلك انت وليه ما انت سهله ابدا ودماغك ده هي يتفت لها بلاد. ايه يا ولي انت بتفكري في ايه؟ لا ده انا عارفه انت بتفكري في ايه وعياله قوي. اقول لك الصراحه انا خايفه لجوزك يفشكل الجواز على الاخر. مين عاصم؟ ايوه. وهو عاصم يا بنت يستجري يعمل حاجه غير اللي قايل عليها عمي؟ طب ما هو ما رضيش يرجع لعثمان ارضه واملاكه، ومعنى كده ان النفوس لسه شايله، ويمكن كلمه كده ولا كده في لحظه غضب تبوظ كل حاجه. انت بتحطي اتحطي وتبطي يا اختي. عاصم عاصم ده غلبان مغلب الدنيا فيه. ايوه كتاب الله. انت عارفه عاصم ده هو كلمه توديه وكلمه تجيب وكلمه صغيره كده هو تراضيه. امال المغدوره اللي تنشك في زورها اللي اسمها الفه دي دهولته ازاي؟ بس اخوكي بقى عمره ما هيقول الكلمه دي، وهينطحوا في روس بعض وهتدق على دماغ بنتي في الاخر.
ايوه عندك حق. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ سيبي لي يعني الموضوع دي وخيبن علي، خيبن علي ان ما كنت احل لك الموضوع من اساسه، بس يعني استشير عمي. قول يا عاصم، قول يا ابني بس بصوت عالي عشان الناس دي كلها تسمع. حاضر يابا. عثمان يا ابن عمي، انا يشرفني اطلب ايد بنتك ناهد لحامد ابني، وطلباتك كلها مجابه. البنت بنتك والواد ابني واحنا اهل. قول طلباتك يا عثمان عشان ده حق بنتك والناس دي كلها هتشهد. طلبات ايه بس يا عمي؟ طلبات؟ مفيش طلبات ولا حاجه. اي حاجه هيجيبها العريس هترجع له، وان كان على جهاز البيت اهو موجود وكله فضل خيرك برضه يا عمي. يبقى فاضل المهر والشبكه، وانا حكمت بمئة الف جنيه مهر ونصهم شبكه. ماشي كلامك على رقابينا كلنا يا عمي. يا عم عثمان، نعم، تسمح لنا بقى نقوم نروح للعروسه عشان عايز اديها مهرها. ماشي يا عريس، اتفضل. اتفضل يا عمي. عشان نجيب لك الشبكه. ولي لا، ده انا امها. يا حماتي ده انت الخير والبركه، بس دي فسحه شبابي يعني، انا محضر لك ترتيبات تانية خالص. ولا مشاني مش امه بس، وكتاب الله وكتاب الله ابدا لا يمكن تاخدها وتنزل لوحدكوا الا بعد كتب كتاب. ايوه. طب ما نكتب كتاب دلوقتي، انا عندي استعداد تماما. لا يا حبيبي، مش قبل مني، لما تشوف حلمه ودنك. ايه يا ابني يا ابني، ما تقفش في طريق الخير. يا رأفوطة ما توقفش في طريق الخير. رأفوطة ايه؟ ايه وجه الاستعجال بس يا بابا؟ خير البر عاجل يا عاصم. يلا روح شوف حمدون ده يجي يخلص موضوع الكتاب. يلا. ماشي كلامك يا عمي. اوامرك اوامرك يا عمي. لو ليا زياره ما اقبلش اي اسم يتنده قبل اسمي. جرايه يا بنت يا ورده، هتصبحي على الصبح ولا عايزه جوزك الملطوع بره روحه لك من غير ما يشوف وشك؟ ماشي يا رئيسه اللي تشوفيه. هنادي بترتيب الحروف. ألفة اسماعيل الحوتي. ايوه ده انا. يلا. اميره زرنيخ. ايوه. مهديه الضبع. ايوه. ورده سليمان. اللي ما سمعوش اسمائهم ينزلوا مكانهم، محدش عايز يشوف خلاقكم. عايشين ازاي؟ عاملين ايه؟ كويسين. انت عامله ايه؟ عامل ايه يا شوكت؟ اقول لك يا وحده، انا عايزك تطمني، خلاص القضيه معاها اقرب، وانا عامل حسابي كويس قوي. عامل حسابك ايه بس؟ ده بيقولوا لي اعدام. لا اعدام، لا اعدام، لا يا ماما. بقول لك ايه يا ولفه، انت لازم تتمسكي بكل كلمه قلتيها في النيابه، فاهماني؟ ايوه، بس ده شيك يا شوكت. شيك ايه؟ الشيك مكتوب لحامله وخميس سرقه مني. انا مش عايزك تخافي وتطمني تماما، انا معاكي 100% وان شاء الله هقنع خميس وهجيب لك البراءه باذن الله. خميس ده ردل وجبان، وبعدين هو محكوم عليه بالاعدام، هيطلع لنا براءه ليه؟ اصبري، انا عايزك تصبري يا ألفت، ان شاء الله هلاقي حل معاه. انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه يا طنط، ان شاء الله غمه وتنزاح. نهد مرات يا ماما. خلي بالك منه يا نهد. ما تقلقيش يا طنط، ان شاء الله حضرتك تطلعي لنا بالسلامه. ماما احنا جايين من وراهم واحنا خايفين. حربيه تعالى، ما تمشيش، عايزاك تعالى. قولها قولها، تعالى تعالى. بصي اللي واقف ده عبده حربيه جوزي،
ملي عينك منه بقى عشان خلاصك في ايده. عبده ابقى اتعرف على البيه. ها شوكت، شوفوا يا شوكت. حاضر. حربايه محسوبك لمؤاخذه، يعني ايه عبده حربايه؟ ابقى جوز الست ورده. اهلا وسهلا. قال يا مستنيه السمنه من بطن النمله، لا هتطبخي ولا تقلي. يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه من الكلام ده. يعني مستنيه ايه من واحد ملفوف حوالين رقبته حبل المشنقه؟ يخلصك انتي ويتمرجح هو، وخصوصا لو كان ندل زي خميس. لا، وخصوصا لو كان متاكد انك تستاهلي الشنق. اخص عليك يا ورده، انتي كمان بتظلميني. جرى يا بت، انتي فكراني المحكمه هتمثلي قدامي؟ ما تتلمي وتعدلي كده وكلميني باللغه اللي افهمها. حاضر يا ورده، ايه اللغه اللي تفهميها؟ حلوه قوي كده، بقى نقدر نتكلم. ادفعي كام يا حلوه وخلص رقبتك من حبل المشنقه. مين اللي هيخلصها؟ جوزي حربايه ما بيغلبش، وعنده الكل عقد حل. انتوا هتقدروا تخلصوني؟ احنا ما عندناش اللوع، وانا اللي فهمته من كلامك ان شريكك اللي محبوس معاكي في القضيه ومعترف عليكي هو اللي في ايده خلاصك. ايوه، وعايزاه يغير اقواله ويقول زي ما المحامي بتاعي يقوله بالظبط، لا يزود حرف ولا يقلل حرف. حلوة قوي. هو محبوس هنا في القناطر؟ ايوه، واسمه خميس زفت، ومستني المحاكمه معايا، ولو عايزين تعرفوا اي معلومه عنه انا هقولك عليها. كويس قوي، ما دام موجود هنا في القناطر يبقى حربايه هيقدر يوصل له بسهوله. طب وبعد ما يوصل له هيعمل ايه؟ ده مش شغلك يا حلوه، ده شغل حربايه جوزي. انت كل اللي انت عايزاني الواد يغير اقواله ويطلعك من القضيه زي الشعره من العجين، صح؟ صح. وانت جوزك حربايه بيشتغل ايه؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بالمتر، يا اهلا وسهلا. اصل ورده دي بقى روحي من جوه. اتفضل. شكرا. اتقبض عليها في قضيه بسيطه كده، قضيه جمارك، وتنشت فيها سنة بس هانت. هو البوتيك الشيك ده بتاعك؟ آه، وعندي منه تلاتة لمؤاخذة. شايف سعادتك، ما بشتغلش غير في المستورد. واضح، واضح جدا طبعا إن نشاطك مش في الهدوم وبس. أقول لك يا باشا، ما تأثر كده وتجيب من الآخر وتصلي على النبي. اللهم صلي وسلم عليه. أصل أنا محامي قديم، ويمكن انفعك يعني لو في مشاكل. تمام، بس واضح يا باشا انك انت محامي عقر لمؤاخذه. عموما ادي الكارت بتاعي، هو لو احتاجته. بشرط ان علاقتنا مع بعض تبقى مبنيه على الصراحه. مظبوط، الصراحه راحه برضه. قول لي بقى، تقدر تعمل لنا ايه في قضيه ألفة تاني؟ عيب يا باشا، عيب عيب اقول لسعادتك لمؤاخذه وانت محامي كبير قوي. يا سيدي مفيش مانع ان احنا نتعلم منك. شوف يا بيه، انا لمؤاخذه يعني اعرف اخدمه بس، يعني الاول عليك والخدمه عليا، وانا لمؤاخذه يعني صبياني كتير وحبايبه اكتر، وكل اللي سعادتك عايزه هنفذه لك، بس بشرط كله بتمنه. هنشوف. شكرا يا عمال. الديوان دلوقتي بقى جاهز للشغل يا حاج، وانا امرت الاستاذ جبران يعمل دفاتر جديده منعا للغلط. مش جبران ده اللي كان سرق المستندات واداها لمراتك وعمل حريقه نار بينك وبين ابن عمك؟ عمي اللي اسمها ألفة دي ما اسمهاش مراته. انا بتكلم يعني باعتبار اياميها، يعني اياميه. لا اياميه ولا ايامه. بقول لك ايه، اني ساعه ما بتيجي سيره الوليه ده هي وكتاب الله بينط في دماغي عرق يركبني العصبي. اني ما بحبش اسمع اسمه حد مشاركني، ما بحبهاش يا ناس يا اختي. حاضر خلاص يا ستي، سامحيني واخر مره اجيب سيرتها ولا اسمها. ارتحتي؟ ارتحت. قول لي يا عاصم يا ابني، كلامي صح ولا غلط؟ وانا اعمل ايه بس يا حاج، انا ما اعرفش حد غيره في الديوان
ولازم حد اثق فيه في البدايه. ابقى خد راي ابن عمك، هو طبعا ادرى بموظفينه، واساله في اللي انت ما تعرفوش. لا طب وليه يا جدي خالي ما اشتغلش مع بابا؟ ما هو خالي فاضي. بقول لك ايه، كل واحد حر في ملكه، ما احبش حد يعارضني. خلاص يا حاج ما تقلقش، انا هتصرف، واذا كان على جبران ده انا همشيه من الديوان خالص. خليه يمسك ملجأ الايتام اللي في كفر درويش. اشمعنى؟ بعدين اقول لك، انا بس عايز منك حركه، يعني كده انزل اتحرك وسط الناس، اتصل بالتجار واتكلم معاهم، وروح السوق اعمل شغل كده حركه يعني. عشان الانتخابات يعني؟ بالظبط، انا عايز كل الناس يتاكدوا ان انت موجود وسطيهم هنا في البلد ومش راجع مصر تاني. بس ضروري يا جدي تتفقوا مع مدير دعايه عشان الانتخابات. الكلام ده يا بنتي لو كان ده هو كل هدفي. امال ايه الهدف؟ اي واحد بيرشح نفسه بيبقى هدفه النجاح وبس. انا هقول لكم وامر لله، ما دام انتم ما فهمتوش قصدي، عاصم مش ممكن هينجح الا اذا عيله الغرباوي كلها وقفت جنبه وامنت وصدقت ان هو ده كبير العيله في المستقبل. ساعتها الكل هيبصم بالعشره ان الغرباوي ساب لهم غرباوي جديد يقدر يحميهم ويحافظ لهم على مصالحهم ويسمعوا كلامه. لسه في الدنيا يا عمي. ربنا يخليك لينا يا بابا، وما نتحرمش منك ابدا. ربنا يقدرك يا ابني ويقويك وتفضل جامد كده وتقدر تقف، ما تقعش ولا تنخ. على فكره بقى جدا، انا عندي فكره بمليون جنيه. اتكلم يا ناصح. لا بجد يا جدي، مش احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله ربنا هيكرمنا كده وهيبقى اسبوع كله افراح وعزايم ودبايح؟ خلاص احنا ممكن بقى نستغل الموضوع ده، موضوع العزايم ده، ونعمل دعايه لبابا. انت عارف حضرتك ان الناس الغلابه لما بيسمعوا ان انت عامل عزايم بيجوا من كل بلد ومن كل كفر. ده كلام يا راجل، اعوذ بالله من دي فكره يا ابني. زي الكلام ده يا ابني، يعني انت عايزنا نخلط الصدقه اللي هي لوجه الله سبحانه وتعالى بالمصلحة؟ يعني كلوا واشبعوا عشان تنتخبوا ابني؟ لا ابني لا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. صدق الله العظيم. أنت يا ابني عايزني أدي للناس حقوقها عشان أستغلها بعد كده. جرى ايه يا جدي؟ انت نسيت اتفاقي معاك، مش انا قلت لحضرتك نأجل مسألة الجواز دي ونخليها خطوبة وبس؟ يا بنتي ما تتجوزي وتريحيني. ريحني انت عشان خاطري واعمل اللي قلت لك عليه. الولد بيحبك قوي وممكن يتصدم ويزعل على الآخر. جدي هاتهاله بأي طريقة. أنا ما بعرفش كلام اللوعة. عشان خاطري اعمل أي حاجة، المهم إن احنا نأجل مسألة الجواز دي لغاية لما اطمن على مستقبلي معايا. طب الحقي بقى اجري بقى اطلعي على اوضتك واقفلي عليكي بابك، احسن ده اول ما هيسمع مني الكلمتين دول هيقلب ويبقى زي الطور الهايج عشرة مواشي. حاضر يا جدي. خليهم يعملوا لنا شاي. حاضر يا جدي. القمر رايح فين؟ رايح انام نص ساعة بعد الغدا، انت عارف ان انا بحب انام يعني الوقت ده. اوكي هظبط لك الستوب ووتش، نص ساعة ودقيقة هطلع اطلق عليكي جردة المية، اوكي؟ يا بحب عبيطة يا ربي. وانت بقى ما وراكش شغلة ولا مشغلة غير الست سلوى. الله يا جدي، وهي شغلة وحشة؟ دي شغلة قمر، ده أحلى شغل. جدك قصده على المزرعة، حبيبتك الغالية. أولا يا بابا أنا مفيش حد عندي أغلى من سلوى، ده مبدئيا يعني. وبعدين انا رحت الصبح واطمنت وشحنت كل العجول اللي طلبها عمي بهجت، كله تمام. صحيح يا بابا، انا مش عاجبني ثقتك الزياده في بهجت ده، كأنه مفيش حد بيحاسبه. لو احتجت احاسبه
هجيبه. ايوه هو انا بقى جدي عاوزك تجيبه، علشان بصراحه كده يعني نتكلم في تفاصيل الفرح ونشوف طلباته ايه زي ما حصل مع خالي عثمان. طلبات ايه اللي خدته نهاية؟ هتاخده سلوى؟ ما هو مش معقول جدك يفرق بينكم. انت مستعجل على الجواز ليه يا رافض؟ مستعجل؟ ده انا هموت، ده انا عمال اعد الايام والليالي علشان الاقي الاسبوع ده خلص، والحمد لله قطي انا وسلوى هتخلص بعد يومين. وجهاز العروسه؟ انت عايز سلوى تتجوز من غير ما تتجهز زي نهايه؟ كل اللي نفسها فيها هجيبه لها بعون الله وفي ظرف ساعه. والست الكريمه اللي ربتها مش من حقها برضو تفرح بثمر تعبها وتجهز بنتها للجواز؟ ولا تعبها ده يروح على الفاضي؟ الله، هو انت بتعقدها ليه يا جدي؟ انا هنزل مصر دلوقتي حالا اجيب الست سعاد واخليها تجهز سلوى زي ما هي عاوزه، واللي تطلبه انا هنفذه. هي ايه الحكايه يا حاج؟ انت مالكش غرض ان رأفت يتجوز سلوى ولا ايه؟ عايزهم ياخدوا على بعض شويه ويتعودوا على بعض، اصل ابنك قماص وهي قلابة وعنادية وممكن ما يعمروش. الكلام ده كلام مين يا جدي؟ الكلام ده مش كلامك، لأن أنا أدرى الناس باللي جواك وعارف إنك أنت نفسك تجوزني النهاردة قبل بكرة. ما توجعش قلبي واسمع الكلام، إحنا يوم الخميس نخطبكم لبعض وبعد الانتخابات تتجوزوا على طول، يعني الحسبة كلها 3 شهور بالكتير. هي اللي عايزة كده؟ عايز تطمن وتتعود علينا الكام شهر دول، ما فيهاش حاجة دي. بقى أنا اللي نفسي غمض عيني وأفتح عيني ألاقيها مراتي وهي بتتهرب من الجواز مني؟ ياه، ما تصعبش المسألة أمال. وأنت شايفها سهلة يا جدي؟ شايفها سهلة؟ ده أنا كأن في سكينة اترشقت في قلبي. ياه، هنيجي بقى للكلام اللي ما يجيبش همه. ماشي. مش هي يا جدي عاوزة تأجل الجوازة كام شهر؟ أنا بقى عاوزة أجل الجوازة على طول ومش عاوزها خالص، وأقول لها يا جدي إن أنا مش عاوز حتى أشوف وشها. ولا رافض أنت ولا مجنون؟ الحقيقة بابا حاجة غريبة، بعد ما عزمنا كل الناس على فرحه هو وأخوه تيجي هي تأجله بالبساطة دي؟ البنت معذورة عاصم، مش مطمنة لجنانه، واديك شايف اول كلمه قالها انا مش عاوزها خالص. ده تصرف طبيعي، الواحد عنده كرامه. ما هي المصيبه في كرامته دي. مش فاهم. فهمني يا بابا. كرامته دي هي اللي هتخليه ما يقدرش يقبل ان مراته تورث اكتر منه. يعني حضرتك ناوي تديها أكتر من ولادي؟ حقها يا عاصم، نصيب أمها يا أخي. يعني لو كنت أنا اللي مت بدل ناهد أختي وهي بنتي كنت هتديها التلتين برضو؟ لا، الشرع والقانون بيقولوا ما تزيدش عن التلت بوصية واجبة، يعني كده كده نصيبها التلت. لا يابا، نصيبها ما يزيدش عن التلت، لكن ممكن يقل حسب ما انت تشوف المصلحة. وطول ما حسك في الدنيا فانت حر، وانا شايف يابا ان من العدل انك تساوي بين احفادك، ولادي وبنت ناهد اختي. يعني سلوى ما يزيدش نصيبها عن بوسينة بنتي، وكفاية انها هتتجوز ابني وخيرهم هيزيد. ايه اللي جاب حضرتك يا باشا؟ نعم يا اخويا، انت هتشاركني انا ولا ايه؟ انا مقصودش يا رافض بيه، بس انا افتكرت ان حضرتك نزلت مصر مع مادي بيه عشان تشتري الشبكه. يعني ما بشبكش حد، ممكن تخليك في شغلك وتنقطني بسكتك. حاضر يا رافض بيه، تحب اجيب لحضرتك البوسطه تمضيها؟ ما بمضيش بوسطه. ممكن بقى تحل عن نافوخي بدل ما هو ممضي على وشك؟ خلاص بره. خلاص بره. Thank you.
يا عثمان، يا عثمان بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا معلم راضي. أنا رحت سألت عليك في البيت وفي كل حتة لغاية ما لقيت راجل ابن حلال قال لي إنه شافك قاعد هنا. وليه ده كله؟ يا الدنيا خربت؟ هتخرب بالنسبة لي، ما كنتش تقف جنبي وتديني محصول الذرة الصفراء والفيومي. ده إيدك مني والأرض دلوقتي. يعني إيه؟ أنا مرتب كل أموري ورامي حملي عليه. يبقى رميته على الأرض وفي الوحلة كمان. ما تقول كلام معقول يا عثمان. خلاص خلاص يا راضي، عثمان لو رباوي ما عادش له سعر في البلد، ما يملكش يبيع حب الدرة ولا حتى يملك المدفن اللي هدفن فيه. عمي خلاص نسيني من ساعة ما لقى ابنه، ده حتى نسي وعده ليا انه رجع لي ارضي. امال مين اللي هيمسكوا الدوام؟ انا شايفه اتملى موظفين من جديد. اللي يمسكوا يمسكوا، انا خلاص ماليش صالح بيه. وانت هتسكت على كده يا عثمان؟ وانا بايدي ايه هعمله؟ من حكم في ماله ما ظلم، وعم حر ماله وحر فيه يعمل ما بداله. واكيد اكيد عاصم به ابن عمي هيقوم بالواجب. وعاصم مش عرفه بشغلنا، دي حاجه عايزه عمر، تجار ومناقصات ومزادات وتقاوي، مولد ماله اخر. ربنا قويه ويفتح مخه ويتعلم. هي فدان ولا مية؟ دي أراضي مالها حصر في كل حتة وكل أرض وليها طلباتها، هيروح فين عاصم؟ يوه انت جاي تحرق دمي ولا بكتني ولا ايه؟ ما هو همي هو همك يا سي عثمان. سي عثمان ده انا يمكن بكرة ما طولش عثمان حاف كده، يمكن عيالي يشاوروا عليا ويقولوا عثمان بتاع الدودة هو. لا لا فاشر، المقامات محفوظة يا عثمان بيه. طب روح لعاصم بيه ابن عمي، مصالحك معاه هناك. روح. طب وش عرفه هو الفرق بين أخوك راضي ولا المعلم الدهشان ولا أبو طقية ولا المنوفي؟ معلش، إذا لازم الأمر هعلمه عشان المركب ما تغرقش. حلو حلو الكلام، يبقى تخليه يديني محصول الذرة وليك الحلاوة. حلاوة؟ خلاص؟ بقت مشاهلاتي في نظرك يا راضي؟ طب ابعد ابعد عني السعادة، بدل ما أجيب خبرك وأتفينك مطرح ما أنت واقف. حقك عليا يا عثمان بيه، ده برضه من العشر. تاني هم انا مغلطتش، ما ياما خدت مني حلاوة. هتعيدها تاني؟ بلاش نسميها حلاوة، نقول سمسارة. مش هو ده برضو اللي كان بيحصل؟ مهما كان اسمها هي برضو حرام، بس الحمد لله كل حاجة رجعت لأصحابها وما عادش حيلة اللضا. ما يبقاش حرام على عمك اللي خدمته بعينيك ولا اخرت خدمة الغز. اوعى تنطقها، انت سامع؟ امشي من قدامي، امشي يا راجل اهل الحي، امشي. الله يسامحك يا عم، الله يسامحك. يعني ايه يا ناد مش عايزه شبكه؟ يعني مش عايزه شبكه. جدي قال ب 50,000 جنيه، يعني ما تقلش عن كده يا ناد. 40 من 50 ما فرقتش كتير. والله انت واخد الفلوس من باباك عشان تشتري لي بيهم شبكه، مش عشان تديهم لامك على حسابي. بس كده عيب قوي يا ناد.
العيب ان انا اكذب على ابويا واقول له على حاجه باربعين انها بخمسين، ولا انت عايزاني اكذب علشان اداري على عملي في نادي بيه؟ يا نهودة، مش انا قلت لك ان انا هعوضهم لك لما اخد فلوس من بابا؟ واكذب انا بقى، ولا انت فاكر ان ابويا هيتختم في 10,000 جنيه؟ مش كفايه ان انا هطنش على حكايه شراء الشبكه وكسبكم عليهم عشان تروحوا تزوروا امكم في السجن؟ خلاص خلاص، انا لما نروح هخلي بابا يكتب لك شيك، انا مش هشتري شبكه. موافق يا نهدى، انا ما كنتش فاكر ان انت متضايقه بالمنظر ده. هو يا اما تهون في حقك يا اما ابقى متضايقه. مش هتاخدي اللي انت عايزاه؟ عايزه ايه تاني؟ ولا عايزه تتخانقي وخلاص؟ ولا هدفك تفضحيني عشان يجيكي معانا؟ افضح؟ انا مش بتاعت فضايح، انا قصدي الامك. ما خلاص يا ناهد، في ايه؟ قلت لك لما نرجع هخلي بابا يكتب لك شيك وانزلي هاتي اللي انت عايزاه. ما خلاص يا ابو سهل، اقفلي على الموضوع ده، انا اتحرقت. قلت لك بلاش، قلت لي دي مراتي عسلتي اشربها بقى. خبر بمليون جنيه يا حسين بيه. خير يا سمير الكلب؟ وانا بلف على التجار اعمل دعايه وادي وعود للتجار، اتكعبلت في خبر خطير جدا. اتكلم يا سمير. عثمان الغرباوي واقع مع عمه وعاصم الغرباوي وطاردينه من الارض ومن الديوان وعن حميد المجيد. طب وايه؟ يبقى انت ما تعرفش عثمان الغرباوي وقيمته في البلد. المهم عندنا الغرباوي مش عثمان ابن اخوه. ما عثمان ده هو لسان الغرباوي في البلد، يقول للناس يمين يعني يمين ويقول للناس شمال يعني شمال. ما هو اكيد كفر الغرباوي عارف إن عمه طرده، لكن بقية الكفور والبلاد اللي في الدايرة بتاعتنا ما يعرفوش. ولو أنت خدت عثمان في حضنك ومليت ريقه برشين حلوين وخليته يلف معاك في الانتخابات كام لفة، عاصم مش هيلاقي حد ينتخبه. ما يمسير الناس هتعرف حكاية عثمان قبل الانتخابات. مش مهم، إنما الأهم إن عثمان مش هيستجري يقف جنب ابن عمه لأنه وقف معاك، وإلا هيبقى بوشين. والشكل ده عاصم هيخسر اهم صوت مسموع في عيلته. برافو عليك يا سمير، عفارم على دماغك، ده كلام صح. بس قول لي يا صاحبي، هنبل ريع عثمان بقد ايه؟ شوف يا حسين بيه، انا عم لحد دلوقتي ما اتكلمش معايا في موضوع الانتخابات دي، ومدام عمي ما قاليش حاجه يبقى ولا كاني سمعت حاجه. بس دي معلومات اكيده، عاصم الغرباوي رشح نفسه في الانتخابات واخد رمز الميزان. والميزان يعني العدل يا حسين بيه، هو من العدل برضه انك تحرم غيرك انه يدخل الانتخابات؟ بس عاصم الغرباوي مش اي حد يا عثمان بيه. واضح يا عثمان بيه انك مش واخد بالك من وجهة نظر حسين بيه درويش عضو مجلس الشعب. وايه بقى هي وجهة نظره ان شاء الله؟ إنه يدخل الانتخابات ويكسب من غير ما يدخل حد معاه نفسه؟ العلاقات الإنسانية واللي ممكن تتأثر نتيجة المنافسة في الانتخابات بين حسين بيه درويش وعاصم الغرباوي. شوف يا عصام بيه، أنا مش عايز المنافسة في الانتخابات دي تنقلب إلى عداوة، وبيني وبين عيلة الغرباوي، عيلة الغرباوي اللي أنا عمري ما تأخرت في أي طلب لأي حد منها. الله، أنت مش فاكر؟ مش فاكر يا عثمان بيه لما مرات ابن عمك اتهمتك بالشروع في قتلها انا عملت ايه؟ انا ما اتاخرتش، مجرد ما حامد بيه الغرباوي رفع سماعه التليفون وكلمني. مش ناسي، مش ناسي يا حسين بيه، ولو ان يعني دي مش جميله ولا حاجه، لان المحافظه كلها عارفه مين هو عثمان الغرباوي. حسين بيه بيفكرك ان ابن عمك ده ما قدرش يقف معاك ضد مراته، لكن هو ما تاخرش عنك. شوف يا حسين بيه، انت ما لكش كلام معايا، كلامك مع عمي مع كبرنا، واللي هيقوله عمي هو اللي هيمشي على الكل، وانت اولهم.
يظهر ان انا تواضعت معكم قوي يا عقد الغرباوي. لو قعدت مع عمي واتكلمت معاه هتلاقيه متواضع زي اي نفر، اي نفر حتى بالاجره، ومع ذلك هو عارف حدوده. وانت كمان يا حسين بيه لازم تعرف حدودك. ماشي، انا هعرف حدودي وهروح اقابل حامد الغرباوي بنفسي، بس مش هروح لوحدي، هاخد معايا ناس من اكابر القوم في المنطقه، الناس اللي بتساندني في الانتخابات، عشان يعرف مين اللي واقفين جنبي، وان لا عاصم الغرباوي ولا غيره هيقدر يكسبني. شرفتوا انستي يا حسين بيه. ايه؟ خساره يا عثمان ما عرفتش تكسبني. يا سيدي ده انا خسرت املاكي كلها وما زعلتش، يبقى حزعل على واحد مش ضامن نجاحه من سقوطه. ايه؟ يلا بينا يا سمير. اتفضلوا اتفضلوا يا بهوان، اتفضلوا اتفضلوا. مع السلامة، شرفتم وأنستم. مساء الخير. مساء الخير يا بابا. مساء النور. إيه اللي أخرك كده؟ مش ده حسين درويش برضو؟ أيوه هو، أنا بقول لك إيه اللي أخرك بره الدار لحد دلوقتي؟ أبدا يا بابا، كنا بنتفسح شوية في مصر. افسحوا. طب ادخلي ادخلي. مبروك يا ست العرايس. هي بنت فرجيني على شبكتك، جبتي ايه؟ ماما ما فيش شبكه ولا حاجه، ما جبناش حاجه. ايه؟ امال كنت رايحه في ايه وجايه فيها يا بنت انت؟ ردي. اصل نادي يا بابا نسي ياخد الفلوس معاه. نسي؟ هي ايه الحكايه يا عثمان؟ هو عاصم واولاده بيلحسوا كلامهم ليه؟ الا يرجعوا في كلامهم وما يردوش الارض، وكمان شبكه البنت ما يجيبوهاش. بقول لك ايه؟ خش هاتي العبايه، هوصل لحد عم اعرف ايه الحكايه بدل ما انا قاعد كده زي الاطرش في الزفه. خش يا وليه. حكايتك يا ولاد عاصم، انتوا بتلعبوا بيها كرة ولا ايه؟ يا فضحتي يا جرستي ياني بقى يا واد يهبل يا عبيتي يا ابو طويله، تنزل مصر عشان تشتري شبكه، لا تجيب شبكه ولا مكه، حتى حته دبله ما تجيبهاش. نفسي اعرف حصل ايه ده كله. هي شغلانه؟ بكره هخطف رجلي اروح اشتري لها الشبكه وارجع، ولا اقول لك هديها فلوسها بقى واخلص منها خالص. امال كنتوا بتعملوا ايه الوقت ده كله في مصر؟ يا بابا احنا كنا بنتفسح والوقت سرقنا، وبعدين رحنا لأونكل بهجت وطنطو سعاد اتغدينا معاهم. على فكره سلوى بتسلم عليكي كتير قوي قوي. يا كان نفسي اروح معاكم. تستعجليش يا نظري، ان شاء الله هنعملها رحله شبكه باذن الله. انا تعبانه وهطلع اوضتي. بالسلامه يا خديني معاكي يا ابو سينا. استنى هنا، امال فين الفلوس اللي خدتها؟ الفلوس في الشنطه. هات. لا يا بابا استنى، عشان انا بكره هروح. قلت لك هاخدها. ايه ده؟ دول 40,000 بس، امال فين ال 10,000 جنيه اللي باقيين؟ هبقول لك بعدين بعدين. لا لازم اعرف دلوقتي حالا. اوكي، انا وابو سينا رحنا زرنا ماما في السجن واشتريت لها شويه حاجات، وسبت لها ال 10,000 جنيه مع الاستاذ شوكت عشان لو احتاجت حاجه، واعتبرهم دين في رقبتي. قلتليش ليه كده من الاول؟ عشان كلكم بتكرهوها، وهتعتبروا مروحي ليها انا وبوسانا جريمه لا تغتفر. ان شاء الله تكرهها هدومها. ايه يا واد؟ ايه الكروته دي؟ هتاخدنا بدوكه؟ اغلبوهم بالصوت قبل ما يغلبوك يا ولا. طنط امال لو سمحت من فضلك، انت بالتحديد مش هقبل منك اي كلمه في حق ماما. بقول لك ايه، انا مش هقبل منك. خلاص يا بنتي خلاص، روح روح على اوضتك. ايه ايه يا دكتور، شيل ايدك عني. ايه يا اختي؟ ايه ايه شغل الكروته اللي انت بتكربته لنا دي؟ الموضوع لسه ما خلصش، عماله تطفشيه ليه؟ ايه يا امال؟ ايه؟ انت عايزه اي حد تشبطي فيه والسلام؟ اصلاني مجنونه مجنونه.